الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، هنحافظ على وزن الجسم في حدود الطبيعي، ومؤشر كتلة الجسم يبقى ما بين 20 إلى 25، والحد من كمية الصوديوم في الطعام، والصوديوم ده موجود في ملح الطعام، والحرص على الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية زي المشي، وعدم تناول الكحول والتدخين، واتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضار، وتجنب المأكولات الدسمة والمسبكة، وعدم التوترات والانفعالات، وقياس ضغط الدم باستمرار وبالأخص لكبار السن، وفي حالة وجود أي شكوى نستشير الطبيب. ومن الحاجات المهمة شرب كمية مناسبة من المية يومياً، وعدم الاكثار من شرب مشروب العرقسوس. وفي حاجة مهمة كمان، وهي نحاول ننام عدد ساعات كافية من النوم لا تقل عن 6 ساعات يوميا. شكرا لكم وإلى اللقاء.